السلام عليكم، معكم ليلى بودور كوتش وأخصائية السعادة وجودة الحياة، ومرحبا بي معكم في اليوم 24. الشخص اللي كيتعرض للاستغلال من الناس الاخرين كيكون غالبا واحد الشخص اللي ما دايرش حدود في علاقته، وهذاك الانسان كيكون هو كيفكرها على انها طيبه زائده، ولكن هو ما دايرش الحد. هو ما عارفش اولا قيمه نفسه، ما عارفش شنا هما فين الحد ديالو وفين الحد ديال الانسان الاخرين. فاش كنكون ما عارفش قيمه نفسي وما عنديش الثقه الكافيه في راسي، كنخلي المجال لاي واحد ممكن يدخل لهذيك الدائره ديالي. فلهذا من الضروري قبل ما نفكروا اننا تعرضنا للاستغلال او لا، نقولوا لوموا راسنا ولا لوموا الناس الاخرين، خاصني نراجع نفسي ودائما ندير الحدود في علاقاتي، لانها كتحمينا وكتحمينا خصوصا من الاستغلال ديال الناس الاخرين. ندير حد نعرف شنا هي الحاجه اللي مسموحه في العلاقه، الحاجة اللي أنا ما كنقبلهاش ومستحيل أنني نتجاوزها في علاقاتي. الاستغلال موجود دائما وأي واحد ممكن أنه يتعرض ليه، ولكن أنا المسؤول على حماية نفسي من خلال الحدود.